بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 29 بعد 100 من دروس قراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لشيخ الإسلام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به، آمين آمين آمين. ولازلنا أحبتي في الله في كتاب الأذكار، أو وصلنا إلى كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات. تكلمنا قبل ذلك في دعاء الاستخارة، والآن نتكلم في أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات. أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة، يعني في الكرب والأمور المهمة وعلى العاهات والمصائب. وصلنا إلى الباب 78، باب دعاء الكرب. باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة. الكرب كما جاء في المصباح، كربه الأمر كربا شق عليه حتى ملأ عليه صدره غيظا، ورجل مكروب يعني مهموم. والكربة اسم الواحد منه كربة، جمع كرب، مثل غرفة وغرف. أما طبعا جاء كذلك في معاني الكربة، الكربة هي الغم الذي يأخذ بالنفس، و يعني الغم الذي يأخذ بالنفس، أو هو أشد الغم، أشد الغم. قال الحافظ ابن حجر: الكرب بفتح الكاف وسكون الراء بعدها موحدة، يعني بعدها باء، هو ما يدهوه من الأمر مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه، يعني الأمور المحزنة، الأمور المشغلة، الأمور المغلقة. هاي هنا نحن في أبواب دعاء الكرب والهم والهموم. جاء في هذا، أورد الإمام النووي في هذا الباب دعاء الكرب والأمور المهمة الحديث الأول، وهو الرقم 306 من أحاديث الأذكار، روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. طبعا في بعض الروايات قدموا الحليم على العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال، وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر قال ذلك،
قال النووي: قوله حزبه أمر، أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم. هذا الدعاء كما قال الإمام الطبري كان السلف يسمونه دعاء الكرب. قال كانوا يسمونه دعاء الكرب. نعيد الدعاء، وفي إشكالية. الله عز وجل كما جاء عن ابن عباس كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، وقام كما قلت في بعض الروايات الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم أو العظيم، يعني العظيم إما أن تكون عائدة على العرش، صفة للعرش أو صفة لله. طب من هو العظيم، الله أو العرش؟ كلاهما عظيم، كلاهما عظيم. وقد جاء في التنزيل أن الهدهد لما وصف عرش بلقيس قال: ولها، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وصف عرشها بالعظمة فلم ينكر عليه سليمان ذلك. وطبعا وصف عرش الله بالعظمة أولى، فيجوز أن تكون العظيم عائدة على لفظ الجلالة أي العظيم صفة لله تعالى، والعرش أو العظيم العظيم صفة للعرش مجرورة، وكلاهما صحيح، وقد وردت الروايات بكليهما. قال: لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم والكريم. نفس الشيء. قد يسأل سائل: أين الدعاء في هذا؟ هذا كما قلت الطبري كان السلف يسمون هذا الدعاء دعاء الكرب، بس ما في دعاء. كيف يعني تسمي هذا دعاء وحقيقة هو مجرد ثناء على الله سبحانه وتعالى؟ العلماء أجابوا عن هذا بجوابين. الأول أن ذكر الله عز وجل مغن عن سؤاله، الثناء على الله سبحانه وتعالى مغن عن سؤاله. وقد جاء في الأثر أو في الحديث القدسي: إن الله تعالى يقول: من شغله ذكري عن مسألتي، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. يعني أنت مجرد: يا رب أنت الكريم، أنت الكريم، يا رب أنت العظيم، أنت رب العرش العظيم، وبس. هو ربنا بعرف، ربنا عارف، ربنا يعرف حاجتك، يعلم حوائجنا، اللهم إنك تعلم حوائجنا فأعطنا سؤلنا. إذا من شغله ذكري، كما جاء في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. ولهذا إذا وقعت في الكرب فقط توجه إلى الله: يا رب أنا قاصدك، يا رب أنت الله، أنت العظيم، أنت الكريم، أنت الحليم، أنت رب. خلاص بكفي، ربنا يغنيك عن أن تسأله. الجواب الثاني طبعا هنا، هذا كما قال يعني هذا أدب في التعامل مع الملوك. أنت لما بتيجي على الشخص الكريم بتقول له: والله إنك أنت أبو الكرم، أنت باب الكرم، وبس، ما تحكي له شيء، هو بعرف. ولهذا نقل عن أمية ابن أبي الصلت قال: إذا أثنى عليك المرء يوما، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني من تعرضه للسؤال وللمسألة يكفيه الثناء. وأنت افهم، أنت افهم، يعني عدم واحد بيجي: والله الأحوال الظروف صعبة، وأنت يعني سيد الكرم، وأنت بس خلاص. ما بتقول له بدي أدرس ولد، ما بتقول له بدي أدفع رسوم جامعة، ما بتقول له بدي أدفع تكاليف عملية، ولا، خلاص انتهينا خلاص. إذا أثنى عليك المرء يوما، كما قال أمية: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا هذا هو الوجه الأول، إنه كيف سموه دعاء الكرب مع إنه ما في دعاء. قال لك: يا أخي أنت بس أقبل على الله، والله يعلم حوائجك ولا يحوجك إلى السؤال. الأمر الثاني إنه لا، جاء في بعض الروايات إنه هذه مقدمة الدعاء، هذه مقدمة دعاء الكرب، إنه كان إذا كربه أمر، إذا حزبه أمر، إذا ألمت به ملمة أو أهمه شيء
يدعو الله عز وجل بتفريج هذا الكرب بداية من هذا الدعاء، كما جاء في بعض روايات مسلم لهذا الحديث قال ثم يدعو بعد ما قال اللهم لا إله إلا أنت العظيم الحليم أو الحليم العظيم، قال بعد أن يأتي بهذا الدعاء الثناء على الله سبحانه وتعالى جاء في بعض روايات مسلم ثم يدعو بما شاء. احنا حكينا في درس سابق بأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا تجعلوني كقدح الراكب، اجعلوني في أول دعائكم وفي وسطه وفي آخره. إذن بداية الدعاء تكون بحمد الله والثناء عليه والصلاة والصلاة والسلام على رسوله، ثم تأتي بالدعاء. هنا في دعاء الكرب بتقول بهذول، بتقول هذول الكلمات، بتقول هذول الكلمات. إذن قال اعتبر العلماء هذا الثناء دعاء زي ما قلنا لعلتين. العلة الأولى إنه ذكر الله عز وجل مغن عن السؤال، أو أن هذا الكلام مقدمة لسؤال الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك فرق بين العلتين، أنه على الأولى متعرض للسؤال وعلى الثاني يعني الحل. عندما تقول إنه تدعو، أنت سألت، أنت سألت بس بعد ما قدمت بهذه المقدمة. والتأويل الآخر اللي فيه تفويض لله تعالى إنه لا يطلب شيء، وإنما يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال القائل وكلت إلى المحبوب أمري كله فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفه. طبعا لا شك بأن مقام التفويض أعلى من مقام السؤال، يا رب أنا فوضت الأمر إليك وخلاص اللي بدك تعمله أعمله يا الله، هذا مقام التفويض. قال وأفوض أمري إلى الله، لما هذا بالقرآن الكريم وأفوض أمري إلى الله جاءت الفاء بعدها، فوقاه الله بدون ما يقول يا رب قني شرهم، ما قال يا رب قني شرهم. سيدنا موسى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، خلص بس قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب موسى بده سكن وبده زوجة وبده شغل وبده أكل وبده شرب وبده 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 وبده، ما دعا الله بشيء من ذلك قط، وإنما فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. واللي بتعرفوا أنه الفاء تفيد الفورية بسرعة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت أو تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. طبعا المرأة، هو يجوز الوقف على الكلمتين لأنه المرأة في كلامها حياء وفي مشيها حياء، هذه ابنة شعيب عليه السلام، فإن وقفت على تمشي بكون وصف الحياء على استحياء قالت وصف الحياء للقول، وإن قلت تمشي على استحياء وصفت المشي بالحياء، وكل أمر هذه الفتاة حياء، كل أمرها حياء، ممشاها مأكلها مشربها كلامها منطقها. الآن لاحظ لما موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لما فوض أمره إلى الله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يغنيك هذا عن ساعة من الدعاء، يا رب أنا بحاجتك، والله أعلم بحاجة موسى عليه السلام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك. بعد هذا الدعاء جاءته الوظيفة وجاءه السكن وجاءته الزوجة، أسرع استجابة بالتاريخ. يعني ربما جاءت الاستجابة بزوجة، ربما جاءت الاستجابة بسكن، ربما جاءت الاستجابة بوظيفة، أنت بتدعو الله عز وجل لهذا، لكن عندما قال موسى عليه السلام فوض أمره إلى الله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، جاءته الثلاثة معا، الوظيفة والسكن والزوجة. قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إذن أيها الأحبة، كما قال لمقام التفويض أفضل، وكلت إلى المحبوب أمري كله فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا. الآن ما علاقة هذا الدعاء، هذه الكلمات
هذه الكلمات الجميلة العظيمة أنا أعيدها علنا إن شاء الله أن نحفظها جميعا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. بدنا نعرف ليش قال عظيم وليش قال حليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لاحظ هذا الثناء، أنت في هذا الكرب، أنت في معرض الطلب من الله سبحانه وتعالى، أنت في معرض الطلب من الله سبحانه وتعالى. وصف الله الدعاء، وصف الله بالعظيم لأنه لا يعظمه شيء، والمراد بالعظيم أي أن الله عظيم ذاتا وصفة، فلا يتعاظمه مسؤول. وإن عظم، إيش ما طلبت أنت تطلب من العظيم، يا رب أنت العظيم، ما في قدامك شيء قليل، ما في كبير، عفوا، ما في قدامك شيء عظيم، أنت العظيم. أنا طلبي مهما كان صعبا، مهما كان شاقا أمام عظمتك لا شيء. ولهذا أنت تقول يا رب لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم، العظيم الذي لا يتعظم شيء. وانت في طلبك، في الكرب اللي انت فيه، في المشقة اللي انت فيها، في الأمر المهم الذي ألم بك، هذا أمام عظمة الله زي ما بيقولوا صفر على الشمال، لا شيء، لا شيء. ولهذا وصف الله عز وجل في هذا الدعاء بالعظيم، لأنه لا يتعظمه شيء وإن عظم. ومن الأمور التي لا تتعاظم على الله عز وجل إزالة الكرب الذي لا يزيله غيره، الذي لا يزيله غيره. طيب، جاء في الوصف الثاني الحليم. الحليم كلمة عظيمة، وفي هذا الموضع بالذات لها دلالة عظيمة جدا، كما جاء في الحديث القدسي: خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. بمعنى إنه الله عز وجل العظيم الذي يستطيع أن يزيل الكرب، طب هل أنا أستاهل؟ أنا العبد الفقير الضعيف المذنب العاصي، هل أستاهل أن يستجيب الله دعائي؟ والله إذا بدك علي أنا، لا والله ما بستاهل. لكن حلم الله عز وجل وتجاوزه عن المسيء، وتجاوزه عن المسيء يجعلني أتجرأ فأطلب. هو عظيم لا يتعظم شيء، لا يعظم أمامه شيء، كل شيء عنده سهل بسيط، ما بمام شو. والأمر الآخر أنه حليم، يحلم على الضعفاء، يحلم على العصاة، يحلم على المذنبين، فهو حليم. علينا أن يستعجلنا بالعقوبة، أن يعاقبنا بأعمالنا. ولهذا نحن ندعو الله سبحانه وتعالى: اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم قال رب العرش العظيم، والعرش قال: من وسعت ربوبيته العرش الذي وسع المخلوقات بأسرها. العرش أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، من وسعت ربوبيته هذا العرش غير عاجز عن أن تشمل عظمته هذا الكرب الذي أهمك وأشغلك وأقض مضجعك و يعني أزعجك. قال: الذي وسع المخلوقات بأسرها جدير بأن يزيل الكروب ويرفع كل ما أصابك من لغوب. ولهذا هذا الحديث فيه تفويض لله سبحانه وتعالى بأنه هو القادر العظيم الذي يستطيع أن يرفع ما بك من مهمات وما بك من كروب. اللهم نفس كروبنا، اللهم فرج همومنا. إذا هذا الحديث العظيم أنا سأعيده، بل كالله هيك، لعل الله أنه تحفظوه، ويجب أن تحفظوه، يجب أن تحفظوه، خاصة خاصة للدعاء لأهلنا وإخواننا في غزة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم.
وكما قلنا في العرش نقول في السماوات الذي وسع ملكه، الذي وسع جبروته وقوته وعظمته، سيطرت على هذا العرش وعلى هذه السماوات، لن يعجزه نصرة هذا العبد الضعيف المسكين. اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم أن تنصر إخواننا في كل مكان وأن تحقن دماء المسلمين. الآن نأتي إلى الحديث الثاني. الحديث الثاني وهو ما روي، قال الإمام النووي: وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه كان إذا قربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال الحاكم: هذا حديث الإسناد صحيح الإسناد. طبعا الكلام يطول، كون هنا استغاث برحمة الله، يعني هو قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ما قال بك أستغيث، ما قال بك أستغيث، وإنما قال برحمتك أستغيث. هذا يدعونا إلى أن نتكلم في التوسل وأحكام التوسل وما قيل في التوسل. أسأل الله العلي العظيم، الحي الحليم العظيم، رب العرش العظيم، رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، أن ينصر إخواننا في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نستودعك إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم سدد رميهم، ثبت أقدامهم، أنزل الصبر على قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم وعاف مبتلاهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل عائلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أعداءنا وأعداءك طغوا وبغوا علينا، اللهم اقسمهم برحمتك يا الله يا كريم. اللهم إنا نسألك أن تفرج ما بنا من كروب، اللهم إنا نستودعك الأردن وسائر بلاد المسلمين. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا وقرة أعيننا محمد، والحمد لله رب العالمين.